شوف لي الا شوف لي 9 ديزيام صافي كنديرو ديكوبي لا جينا اليوم باش نديروا واحد الحمله طبيه انسانيه لفائده المستفيدين ديال التلاميذ تاع منطقه فحص انجرة، وهذه بشراكه مع عماله فحص انجرة وبزاف ديال الاطباء المتطوعين. المهمه ديالنا هو احنا نوفر لهم النظارات الطبيه وتصحيح النظر، اضافه الى السمع، والهدف ان تكون مجموعه ديال الحملات متتاليه باش ان احنا نقدروا نغطيوا هذه المنطقه على اكمل وجه. ان شاء الله حنايا من بعد غنعاودو نرجعو باش نديرو لا ديستريبيسيون ديال النظارات للتلاميذ اللي عندهم الحاجه لتصحيح النظر. والمهمه حنا فخورين بهاد المهمه اللي كنديرو، لان التمدرس والمستقبل ديال الاجيال الصاعده محتاجه انها تكون بواحد تصحيح النظر، السمع، كل شيء يكون على اكمل وجه باش يكون واحد المستقبل زاهر ان شاء الله الاجيال المستقبل. في إطار تفعيل برامج مبادرة وطنية للتنمية البشرية، وخصوصا برنامج الدفع بالرأسمال البشري، الدفع بالتنمية البشرية للرأسمال البشري، كتجي هذه القافلة الطبية في إطار واحد اتفاقية الشراكة اللي دارتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتصحيح السمع والبصر لفائدة التلاميذ. وكتجي هذه القافلة الطبية اللي افتتحها السيد عامل الإقليم بالثانوية الإعدادية المتواجدة المخططة المتواجدة بدوار دار الخروب جامعة قصر المجاز. كتجي هذه القافلة الطبية اللي استفد منها ازيد من 400 طفل وطفله، اللي دار لهم واحد مجموعه ديال العمليات بما فيها هذاك بما فيها الفحص والعلاج وكذلك الاستفاده من النظارات. انا عندي ابني كيقرا في المدرسه دعين الرمل، ومي سمعت هذه القافله بغيت انا نستافد سجبت بني، جبت بني عنده النقص في النظر، ومي سمعت قلت لك هذه القافله جيت انا بغيت نستافد وكنشكرهم وعطوهم هذا النظر مجانا. ملي دوزولو بغى يختار الكادر، ودابا ان شاء الله يا ربي قالوا لي يرجع باش هادي باش يرجع موراهم، وكنشكروا هذه القافله وكنشكروا المسؤولين كاملين. كنقرا في الثالثه اعدادي مؤسسه عبد الكريم الخطابي. نحن نعاني من النظر، وجاءت هذه الجمعيه الى مدرستنا واعطتنا لنا نظارات بالمجان، ونشكرهم جزيلا، شكرا جزيلا. اليوم جبت عند واحد القافله الطبيه اللي كنشكروها بزاف حيت عاونتنا باش عالجونا وعطانا نظارات مجانيه، فكنشكرهم بزاف وكنقول لهم شكرا. هاد المبادرات هادو مزيانين حيت كيستافدوا منهم بزاف ديال الناس على المستوى ديالهم، ما كتسمح لهمش انهم يمشيو للطبيب اخصائي باش يدوزهم، فكنقول لهم شكرا وشكرا حيت كتعاونونا. حنا جمعيه ديال المبتاريه للمغرب، كنجيو جينا باش ندوزوا الوليدات رفقه اطباء زوفتالمولوج باش نوفروا لهم نظارات طبيه.
كندوزوا الوليدات وكنعملوا لهم الجاج طبي ونظارات طبيه ورفقه المسؤولين ديال الجهه، ونتمنوا لهاد المبادره انها تزيد لقدام ان شاء الله كلشي للمصالح ديال الوليدات الصغار. وهذا العمل كامل سواء الاطباء ديال العيون ولا المبصريين ولا النظارات الطبيه ولا الاطارات، كيكون كلشي بالمجان كيستافدوا منهم الوليدات الصغار.